يقول: هل هناك رجل لا يقبل الله توبته أبدا بسبب عمل ارتكبه؟ قالوا بأن من قتل نبيا أو قتله نبي لا تقبل توبته، هذا بجانب إبليس، وذكروا أيضا قابيل. ولكن مع غض النظر عن إبليس وغض النظر عن قابيل الذي أفضى قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نرى في كتاب الله سبحانه ما يدل على أن الناس جميعا لو ركبوا ما ركبوا من المعاصي وأتوا ما أتوا من الفواحش، باب التوبة مفتوح للجميع. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالله سبحانه وتعالى يحفز همم عباده الذين جنوا على أنفسهم وظلموا أنفسهم، أسرفوا فيما ارتكبوه من فواحش ومن المعاصي، يحفز الله تعالى هممهم إلى التوبة ويحذرهم من التلكؤ عن هذه التوبة، ويبين أنه يغفر الذنوب جميعا. وهذا لفظ عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه ما لم يرد عليه مخصص، ولم نجد ما يمكن أن يخصص به هذا العموم. نعم.